تخيل نفسك تطير فوق الماء إلى أن يصبح فجأة أي اتصال باليابسة مستحيلا. شعرت وكأن أحدا رمى شرشفا فوق طائرتي. شعرت وكأنني أرى الوقت فعلا أمامي. هذا مثلث برمودا. على مر مئات السنين اختفى بين مقاساته الجهنمية مئات المراكب والطيارات، ولا يزال لغزه الغريب يحيرنا حتى اليوم. كانت الطائرة ظاهرة على الرادار وفجأة اختفت. ولكن ما هو مثلث برمودا تحديدا؟ بحر من الأمواج أو دوامة طقسية أو قوة مغناطيسية غريبة؟ أو يا ترى مجرد مخيلة وتصورات؟ إنذار أحمر. مثلث برمودا بالأساس كل المفهوم خطأ. سنبحث في أعماق سر برمودا ونحاول أن نكشف اللغز والسر المخبأ خلف كل هذا الموضوع. يبدو أن المياه الزرقاء النقية في المحيط الأطلسي هي أفضل مكان ليرتاح فيه الناس ويرخوا أعصابهم، لكن العين تخدعنا أحياناً. لكن مع الجنة التي هناك ثمة مكان قاتل يظن أنه يستحيل الهرب منه، وهو مثلث برمودا. على مر القرون غمر مئات الناس إلى هناك ولم يعودوا أبداً. ثمة سفن اختفت ولم يعرف أحد شيئاً. ثمة طائرات اختفت أيضاً من السماء من دون أن تتمكن من إصدار أي نداءات استغاثة، وهي أيضاً لم تترك خلفها أي حطام. يغطي مثلث برمودا مساحة تعادل تقريباً 1,300,000 كيلومتر مربع بين فلوريدا وبورتوريكو وبرمودا. ويغطي هذا المثلث أخطر مساحة مائية في العالم، وقعر محيط مخادع يتغير بعد أن يكون أزرق وضحلا يتحول فجأة إلى خندق معتم. سمعنا كثيرا من الإشاعات والنظريات عن اختفاء الطيارات الغريب، وقدم البحارة والطيارون تقارير عن أشياء غريبة كانت تحدث هناك من مئات السنين. لكن ما سلط الضوء فعلاً على مثلث برمودا هو اختفاء 5 طيارات في وقت واحد. في 5 ديسمبر كانون الأول عام 45 كانت 5 طائرات من نوع TBM Avenger تستعد لمهمة تدريبية في محطة فورت لودردايل البحرية الجوية، وقد عرفت هذه الرحلة باسم الرحلة 19. حين تكون طياراً بحرياً يجب أن تطير إلى أي مكان مع لوحة تخطيط بياني وبوصلة وساعة. كان الطيار المتقاعد ديفيد وايت مستشار الرحلة في ذلك اليوم التي كان على رأس فريقها تشارلز تايلر. كان من أهم مستشاري الرحلات وقد نقل إلى فورت لودردايل. كان يوما صافيا، لكن في ذلك الوقت كنا قد وصلنا إلى نصف المهمة. قال تايلر إننا واقعون في مشكلة. قال إن البوصلات لا تعمل، من الممكن أن تتعطل بوصلة من وقت إلى آخر، ولكن هذا ليس شيئاً يحصل دائماً. حاول مراقبو الرحلة أن يتوجهوا إلى المهتمين بهم على البر، لكن إشارات التلقي راحت تضعف. بعد وقت قصير لم يعد أحد يعرف الوجهة التي يذهب إليها طاقم الرحلة 19. أنا أسأو، هل تسمعني؟ حول. أنا أسمعك ولكن الصوت خفيف جدا، إشارات التلقي هنا تضعف أكثر فأكثر. في غضون ساعات كانت الطيارات 5 التي على متنها 14 رجلا قد اختفت كلها. جاء الضابط المسؤول وقرع الباب قائلا: لدي 5 طائرات مفقودة. فقلنا: كيف يعقل ذلك؟ طائرات الإنقاذ فتشت في البحر والسماء، وكان ديفيد وايت واحداً من الذين فتشوا. فتشنا بشكل مكثف طوال أيام ولكننا لم نجد شيئاً. لكن في ذلك الوقت لعب المثلث سحره القاتل مرة جديدة. نحن المركز، هل تسمعنا؟ اختفت أيضاً طائرة إنقاذ مع كل الطاقم الذي على متنها.
بعد 5 أيام تخلوا عن التفتيش والبحث. 6 طائرات اختفت مع 27 شخصا، ومن دون أن تترك أي أثر، وجميعها اختفت داخل مثلث برمودا. بعد فترة قصيرة بدأت الإشاعات تنتشر. كيف يمكن أن تختفي 6 طائرات في الجو وبلا أثر؟ بحسب إحدى النظريات، سيطرت قوة مغناطيسية غريبة على معدات الطيران، بينما قال غيرهم إن الطائرات دخلت ضبابا إلكترونيا قاتلا، أو قد يكون سكان الفضاء قد سكنوهم. بعد وقت قصير صار الناس ينتبهون إلى الأحداث التي تجري في تلك المنطقة، وكان جون كويزار واحدا منهم. لست مهتما بالحوادث والمآسي، أنا أحقق في الألغاز وفي الذين اختفوا ولم يكن يجب أن يختفوا. خصص كويزار 15 سنة من حياته ليدرس لغز برمودا والرحلة 19. ألف كتابا يتضمن كل النظريات عن مثلث برمودا، ابتداء من المركبات الفضائية الجوية والمركبات الفضائية البحرية. ثمة أشخاص يقولون إن سكان الفضاء يفضلون التنقل بالبحر، وهم يتنقلون في مركبات تحت سطح الماء. قد يكون ذلك مستبعدا، لكن ثمة قصة تدل على سكان الفضاء وعمرها 40 سنة. هذه القصة هي أساس موضوع المثلث. في ليلة من إحدى ليالي ديسمبر كانون الأول في ميامي، كان دان بوراك والمحترم باتريك هورغن ذاهبان في رحلة استجمام على متن ويتش كرافت. بعد فترة قصيرة رأيا شيئا في الماء. كان مركبهما قد فقد قوته. عند الساعة 9 اتصل بوراك برجال خفر السواحل ووصف لهم ما جرى بالتحديد. لم يجب أن يكون ثمة أي خطر مباشر. كان مركب ويتش كرافت مليئا بمعدات الطوارئ مع عدد كبير من معدات العوم المعلقة بالمركب، وكان يفترض بهذا المركب أن يكون محصنا بشكل تام من الغرق. ولكن بعد وصول المساعدة في غضون دقائق كان مركب ويتش كرافت قد اختفى ولم يخلف وراءه أي آثار ولا أي جثث. بحسب كويزار، هذا الاختفاء في مثلث برمودا هو من أغرب الأشياء التي سمعنا بها، لكن الأغرب هو اختفاء USS Cyclops. هذا المركب الذي يزن 19,000 طن بدأ رحلته عام 1918. كان مزودا برافعات طويلة لنقل الفحم، وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة 4 أيام فقط، لكننا لا نزال في انتظار سايكلوبس منذ 90 سنة. لم تصدر هذه السفينة أي نداء استغاثة، وقد اختفت بكل بساطة بلا أي أثر. اعتبر اختفاؤها أكبر لغز في تاريخ البحرية الأمريكية. يبقى مصير سايكلوبس وويتش كرافت والرحلة 19 لغزا، لكن هل من الممكن إيجاد نقطة تشابه بين الثلاثة؟ حوادث الاختفاء تحصل عندما يكون الجو مضطربا وأجهزة الراديو تواجه مشكلة. قد يكون من الصعب برهنة هذا الشيء بما أن كل الضحايا تختفي فجأة من دون أي أثر، لكن ثمة على الأقل شاهدة عيان أخبرت بما جرى. السيدة كاري ترينثم من فلوريدا أخبرتنا بما جرى معها في المثلث عام 1995. كنت أحلق فوق خط إيفرغلايدز الساحلي وكنت مرتاحة جدا، وفجأة شعرت أن أحدهم رمى شرشفا على طائرتي وغرقت في الظلام. بدأت مصابيح الطائرة تضيء وتنطفئ، وبدأت البوصلة تدور. لم تكن قادرة على رؤية أي شيء خارج النافذة سوى الضباب الأسود. كان رأسي يدور وكنت أفكر فيما يجب فعله. من المفترض أن يثق الطيار بأجهزته، ولكن أجهزتي كانت مشوشة ومن المستحيل أن أثق بها. كانت طوال الوقت تسمع شيئا يطنطن في أذنيها. لم تكن لدي فكرة عما كان يجري. حدثت الأشياء بسرعة. في حالة كهذه يكون الإنسان في وضع قد يؤدي إلى موته، وكنت أفكر في تلك اللحظة أنني لا أريد أن أموت. حاولت أن أرفع جناحي الطائرة مع أنني لم أكن أعلم ما إذا كانت في وضع مستقيم أو مقلوب. هل يمكن أن يكون ثمة ظرف جوي غريب يعكر رحلة كاري؟ وإذا كان هذا الافتراض صحيحا، ما هو هذا الظرف الجوي؟ بعد قليل
ستصعد كاري من جديد معنا في الطائرة لتحاول أن تعيد ما حصل في ذلك اليوم. لقد حير مثلث برميودا العلماء على مر السنين، لكن إذا كنا نريد فعلا أن نفهم أسراره فإن أول مكان يجب أن نبحث فيه هو نجومه. إذا نظرتم إلى بوصلة في أوروبا سترون أنها تشير إلى النجم القطبي الذي يدعو إلى الثقة ويعتمد البحار على هذا الواقع منذ مئات السنين. لكن إذا أبحرتم عبر المحيط الأطلسي حتى أمريكا الشمالية ستفاجؤون كثيرا. من المؤكد أن كريستوف كولومبوس فوجئ وواجه صعوبة كبيرة لكي يقنع أفراد الطاقم بأنهم لن يقعوا في رحلتهم عن طرف العالم، لكن الأمور باتت أصعب بكثير حين وصلوا إلى مثلث برمودا وأشارت البوصلة إلى 6 درجات أبعد من النجم القطبي. كما ظهرت أضواء غريبة في السماء أكثر من مرة. لقد تم تناقل قصص الأشياء الغريبة التي حدثت مع كولومبوس على مر مئات السنين. بدأت السفن والطيارات منذ ذلك الوقت، ولكن الناس لم يلاحظوا فعلا ما كان يجري قبل 70s حين كتب تشارلز بيرلتس كتابا هز العالم. حقق الكتاب أعلى نسبة مبيعات في العالم بفضل قصص الاختفاءات الغريبة، لكن هذا كان فقط في البداية. بدأت نظريات غريبة تظهر، وصار العلماء الذين يحققون في قوى المثلث يشكون في أنه ليس الوحيد في العالم. وجد العالم ساندرسون فكرة الدوامات الشريرة، وصفها بأنها مناطق محيطية معينة مشهورة بالتيارات المائية العنيفة والتغيرات الحرارية الكبيرة والمشاكل المغناطيسية. وأعنف دوامتين في رأيه مثلث برمودا ومكان اسمه بحر الشيطان يقع في مقابل المثلث على الكوكب. في مقابل الساحل الياباني نجد بحر الشيطان الذي تحدث فيه أيضا قصص اختفاء غريبة. جذب هذا المكان كثيرا من الانتباه خلال 50s عندما اختفت فيه 9 سفن في سنوات قليلة. اقترح ساندرسون أن الدوامات وخصوصا برمودا وبحر الشيطان محددة بمشاكل مغناطيسية كبيرة. قد تكون السفن التي تمر في هذه المنطقة تجتازها بتثبيت أجهزتها على موجة معينة في المنطقة، أو قد يكون ثمة شيء ما يحدث في قلب الأرض ويسبب هذه المشاكل، وهذا الشيء لم نتمكن من إيجاد تفسير له. يمكننا إيجاد دليل على ما يجري في جو المثلث ابتداء من قصة الطيار الهاوي بروس جيرنون. في 4 من كانون الأول ديسمبر عام 1970 كان جيرنون يحلق على مقربة من بيميني حين رأى غيمة غريبة خارج نافذته. كانت أطرافها مثل الحرير، اقتربت وباشرت الصعود وكانت مباشرة على خط رحلتي. دخل الغيمة وقد تشوشت أجهزته في دقائق. راديو ميامي، لست متأكدا من موقعي، أنا موجود الآن داخل شيء يشبه الضباب، هل يمكنكم أن تساعدوني؟ لم يكن مراقبو الرحلة قادرين على أن يروه على الرادار، وعرف أنه يجب أن يخرج من الضباب وحده. أجرى جيرنون نوعا من المقارنة ليفسر ما رآه، وتبين أن الطريقة الوحيدة ليهرب منها كانت فتحة على شكل نصف دائرة أمامه. اقتربنا وغطست في الطائرة، ثم لاحظت أن النفق يضيق أكثر فأكثر. لمعت أمامه أنوار بيضاء، لكنه لم يكن عالقا في وسط عاصفة. كلما غرقت أكثر كانت تصير الأضواء لامعة أكثر وسريعة أيضا. لم يسبق لي قط أن رأيت رعودا مماثلة. وعندما دخل النفق أقفل هذا الأخير على طائرته، وفجأة ظهرت حول الطائرة مصابيح كثيرة، وقد أطلقت على هذه الخطوط اسم خطوط الوقت لأنني كنت فعلا أرى أمامي نسيج الوقت حين تشكلت هذه الخطوط. وأخيرا تمكن من الهرب من النفق ونظر وراءه. رأيت النفق ينهار ويختفي ويدور باتجاه عقارب الساعة. لكن جيرنون لم يكن خارج الغيوم بعد،
لكنه كان على وشك أن يدخل في ضباب إلكتروني غريب بحسب كلامه. في هذه المرحلة بالذات علق الضباب على طائرتي. معداته الملاحية لا تعمل بشكل جيد. راديو ميامي، أطلب التعريف الراداري. أخيراً أبلغه برج المراقبة بأنه قريب من ميامي. كلا يا رادار ميامي، أنا على بعد 120 كيلو متراً من ميامي. بعد ذلك رأى يابسة وعرف أن رادار ميامي كان على حق، لأنه وجد نفسه قد عاد إلى فلوريدا. برأي بروس دامت الرحلة 50 دقيقة بدلاً من أن تدوم 80 دقيقة، وقد ضيع هو 30 دقيقة في مكان ما من المثلث. في رأي كويزار لن يكون أبداً بالإمكان أن ينحل لغز الضباب الإلكتروني في المثلث، لكن شمال فانكوفر في مختبر العالم الفيزيائي الهاوي جون هاتشيسون ثمت طريقة تفكير مختلفة. لقد حصد هاتشيسون الشهرة بسبب اكتشاف يدعي أنه هو صاحبه. كان بدأ يقوم بتجارب على موجات الراديو والترددات العالية في شقته. يزعم أنه في عام 1979 وجد شيئاً فريداً، وهو مجموعة من الأحداث الغريبة التي أطلق عليها تأثير هاتشيسون. في رأي كويزار تكشف نظرية تأثير هاتشيسون عن كثير من الحقائق الخاصة بمثلث برمودا. وجد طريقة ليخلق ضباباً إلكترونياً في مختبره، ويكون هذا الضباب شبيهاً بما واجهه جيرنون في المثلث. هو يدعي أن الضباب الإلكتروني يغلف الأشياء المعدنية ويحطم بقاياها بالمعدات الإلكترونية. لسوء الحظ لا يظهر الضباب كل مرة يستدعيه فيها هاتشيسون. اتضح أيضاً أن هاتشيسون لا يدون أي ملاحظات، لأنه يعتمد فقط على حدسه حين يحصل التأثير. لن نفاجأ أبداً حين نعرف أن بعض الأشخاص يشككون في هذا التأثير، من بينهم العالم الفيزيائي في جامعة جورج تاون جيمس ماتينغلي. لا أعرف ما إذا كان من المفترض أن يكون التأثير موجوداً، كأن كل شيء يحصل في بيت جون هاتشيسون سببه تأثير هاتشيسون، ولا أعرف إذا كان ذلك يشتمل على مشي جون هاتشيسون في بيته. هل هذا هو السبب؟ لا أعلم. هو يدعي أنه يملك إثباتاً لأنه معتاد أن يصور ما يحدث على آلة تصوير الفيديو. لحسن الحظ لدينا 4 أمثال يحصل فيها التأثير، حصلنا عليها ونحن نقوم بالتصوير وبالتجارب. وافق هاتشيسون على أن يسمح لنا بتصوير ما يجري مباشرة. حسناً يا جماعة، لا فكرة لدي ما سيحصل حين أشغل هذه. حين أدير هذه الأجهزة والمعدات الباقية قد يحصل تأثير كبير هنا. إذا كان ما أقوله صحيحا فقد يبتلعنا الضباب الإلكتروني. في هذا المكان ثمة مئات الكيلوغرامات من الأجهزة، وثمة أيضا جرة من البلاستيك، وكلها معلقة بقيود حديد، فالكهرباء تشكل خطرا. لهذا السبب يجب إبعاد أفراد طاقم التصوير. كيف الحال في هذه الغرفة الخلفية؟ أتمنى أن يبرز الضباب الإلكتروني، وأي ظواهر غريبة تحدث ستكون أيضا عظيمة. هل ترى أي لمعان هناك؟ حسنا، زيادة طاقة. مع أن القيود كانت ترتج قليلاً، لم تصور الكاميرا أي ظواهر غريبة. لهذا السبب رفع هاتشيسون قوة الكهرباء. سوف يزيد الطاقة قليلاً. كيف الحال؟ أنت بخير؟ حسناً. بعد ذلك احترقت التجربة. إنني أشم رائحة غريبة. ثمة شيء يحترق هنا يا جون. إنذار أحمر. شب حريق في الجرة البلاستيكية، وهذا يعني أن وقت العرض قد انتهى. لا يعني أنه ما من وجود للتأثير، لكن يمكن بكل بساطة أن يكون من الصعب أن نشهده. لكن هذه الحجة لم تقنع الدكتور ماتينغلي.
الشيء الوحيد الناقص في كل هذا هو غياب السياق بالكامل. من المستحيل أن نعرف ماذا يعقل أن يحدث، ولا يسعنا حتى أن نقدر ما إذا كان فعلا يحدث، وبعد ذلك أن نحاول أن نقدر ماهية الشيء المخبأ في هذا التأثير بالضبط. ما هي قصة أشرطة فيديو هاتشيسون؟ في هذه الأشرطة نجد تصويرا لمدة ساعتين عن تأثير هاتشيسون، وتظهر فيها معادن تذوب وأشياء ترتفع والضباب إلكتروني أيضا. إذا كان الدليل الحقيقي الوحيد في شريط الفيديو هذا، فأفضل شيء يمكن فعله هو تحليله. توم فلين وجو نيكل يحققان في القضايا الخارجة عن الطبيعة. يمكن القيام بشيء مشابه من أنبوب مطاطي. لم يقتنعا بشريط هاتشيسون. لا أعرف الظروف التي تم تصوير هذا الشريط فيها، قد يكون حقيقيا ولكننا نقوم بتصوير أشياء مخادعة. قد يستبعد المشككون هذه الفكرة بسرعة، لكن ثمة شخص اختبره بنفسه لا مرة بل مرتين. ويشرح عنه أنه مثل الضباب، وهو يشبه كثيرا الضباب الذي علقت فيه أنا، كأنك تنظر إلى تلفاز أبيض وأسود حين لا يكون مركزا. بعد مرور سنين على اليوم الذي علق فيه بروس في الضباب فوق برمودا، اختبر الحادثة نفسها مرة جديدة، لكن هذه المرة كان في الطائرة مع زوجته فوق فلوريدا كيز. كنا متجهين شمالا فوق إيفرغليدز وقد وصلنا إليها. على الطرف تماما كان قد بدا لنا وكأن ثمة ضباب فوق كل فلوريدا. يقول بروس إن هذا الضباب كان أيضا ضبابا إلكترونيا وإنه علق بطيارته. اتصلت براديو ميامي وقال لي مكتب الأحوال الجوية إنه ما من أحد بلغ عن وجود أي ضباب في أي مكان في فلوريدا. حيثما كان بروس يطير كان الضباب يتبعه. شعرت أنني إذا ما توجهت صوب المحيط فقد أتمكن من أن أهرب من هذا الضباب، وقد نجحت في ذلك. هل يعقل أن يكون بعض الأشخاص يتمتعون بقوة خاصة تجذب الضباب نحوهم؟ لسبب معين في كل مرة نذهب في الطائرة نرى أشياء غريبة، قد يكون ذلك صحيحا، لا أعلم، قد تكون طائرتنا هي السبب. لا يسع بروس أن ينفي كل المعاني الفائقة للطبيعة والمتعلقة بتجاربه المتكررة مع الضباب، لكن ثمة تفسير أبسط. ليس هناك سوى طريقة واحدة لنكتشف. وافقت كاري ترنثم على العودة إلى المثلث لكي تعيش تجربتها من جديد، لكن هذه المرة مع مساعد قبطان متمرس جداً. في عام 1995 كانت كاري تحلق في مثلث برمودا، شعرت بأحد يرمي شرشفا فوق طائرتها. تعطلت أجهزتها وكانت على وشك أن تفقد السيطرة في غضون دقيقة واحدة. حدث كل شيء بسرعة، كنت في حالة حياة أو موت، ولم أكن أريد أن أموت. بعد أكثر من 10 سنوات لا تعرف كاري ما حصل معها، لكنها مستعدة لتكتشف ما حصل. طلبنا من أستاذة الطيران كولينز أن تحلق معها في رحلة مشابهة لكي تحاول أن تفهم ما جرى معها ذلك اليوم. 250 متراً، سأبدأ بالدوران. كان الانطلاق ليلاً، أي في الوقت نفسه الذي انطلقت فيه كاري في رحلتها المريعة. هل تتذكرين ما هو مكتوب على مؤشر الأمتار؟ أتعرفين شيئاً؟ لم أنظر حتى إلى المؤشر، كنت متوترة جداً. صحيح؟ كنت متوترة وخائفة جداً. شعرت كاري بالتوتر لأنه شعرت أن أحدهم رمى شرشفاً على طائرتها، وكانت كولينز تملك جواباً على ما جرى. حين تنظرين إلى خط أضواء عند الأفق وتطيرين قرب غيمة أو في داخلها، قد تختفي هذه الأضواء فجأة وقد يختفي الأفق. وشعور الشرشف على الطائرة وصف محمس ودقيق على الأرجح لشعورك حين حصل هذا الأمر معك.
لا يمكنك أن تري طرف الغيوم في الليل، هي لا تظهر بكل وضوح. قد يكون هذا احتمالا، هذا يعني أنني أنا طرت في غيمة. حين يدخل الطيار في غيمة سوداء قد يرتبك تماما. يعود فقدان السيطرة أحيانا إلى الضياع بالجو، وهذا ما يجعل الطيار يرتبك ولا يدري ما إذا كانت طائرته جيدة أو هي تنقلب رأسا على عقب، لأن المعلومات الكثيرة تثير ارتباك الحواس. بالإضافة إلى هذا الأمر كان ثمة عاصفة قريبة من كاري. اعتقدنا أنه من الممكن أن تكون قد ضربتني صاعقة وتسببت بتعطل في بعض الأجهزة. برأي كولينز علقت كاري في الأحوال الجوية السيئة وكانت مرتبكة وفوق مياه مشؤومة. من أهم الأشياء التي تحصل حين نطير فوق مثلث برمودا أننا نكون فوق الماء بلا أي إشارة ثانية ترشدنا، ومن الممكن أن نرتبك كثيرا. قد تكون أيضا الطريقة التي استجابت بها والجو هما أساس تجربتها، لكن إذا كان يمكن اعتبار الضباب النفسي ضبابا إلكترونيا، ما الذي يمكن أن يكون عمل جون هاتشيسون الذي يدعي أنه بإمكانه أن يحدث مثل ضباب برمودا؟ مع أنه لم يقدر أن يعيد إحداثه إذا طلب منه ذلك، إذ أن بحوزته برهانا مصورا على تأثير هاتشيسون. في هذا الفيديو ترتفع القناني ويصير المعدن هلاميا ويتشكل ضبابا إلكترونيا. يقول الذين يؤمنون بوجود المثلث إن ظواهر هاتشيسون الغريبة تشكل برهانا مؤكدا على ذلك، لكن توم فلين وجونيكل لا يوافقان على ذلك. هذا هو الشريط الذي يصور ارتفاع قنينة السيفن أب. في رأيهما يدركان جيدا كيف حصل ذلك. ها هي ترتفع، هذا غريب جدا. أي مصور بشري تطير قنينة أمامه ولا يلحق بها بآلة التصوير؟ إذن لم يتمكن من أن يلحق بها. قد يكون ثمة شيء فوق ولم يتمكن أحد من رؤيته. من المشكوك فيه أنه كان ثمة أحد يشد خيوطا، لكن هاتشيسون يدعي أنه لم يستعمل أي خيوط في تجربته. ما يضحكني كثيرا هو أنه كيف يمكن لإنسان ما أن يستعمل خيوطا في تجربة كاملة حين كان ثمة عاملان في التلفزيون وعلماء من حولك يديرون التجربة. لكن نيكل وفلين يمكنهما أن يبرهنا على ذلك. صور هاتشيسون هذا الفيلم في كراج أو غرفة للعمل هي من الباطون الفاتح اللون، وعليه بقع ولونها مختلف جدا، وحين يريد أحدهما أن يشتغل مع الخيوط من السهل جدا أن يضيع الخيط أمام هذا النوع من الأرضية. لقد علقت هذه القنينة بخيط لأشرح ما يجري، هي مربوطة من تحت ومن فوق بالخيطان، وهذا ما نسميه تأثير الدمية. يمكنكم أن تروا هذا الخيط على خلفية بنطالي الغامق اللون، وعلى الرغم من ذلك إذا تحركت مبتعدا بسرعة فسيختفي الخيط. حين تصبح جاهزا يا جو يمكننا أن نبدأ التحريك. حسنا، تحضر لتهزها. عمل نيكل وفلين مثل هاتشيسون خدعة سحرية بسيطة، ولكن هل يمكنهم أن يعيدوا إحداث الضباب الإلكتروني؟ سنريكم الآن كيف يمكننا أن نعيد إحداث الضباب الإلكتروني كما حدث بالتحديد. في البداية صنعنا ضوءا مثل الخلفية التي على فيلم الفيديو، وكما نرى على فيلم الفيديو الأصلي الخلفية دائرية وملونة مع القليل من الضوء في الوسط كأنه لمبة عادية. نضع إذن لمبة عادية أو جهاز تعليق، وسنحدث ضبابا نصف معدني مع بعض المعدن الموسع. هذه في الواقع مقلاية مثل التي تستعمل في المطبخ عادة، ونحن الآن نقربها بسرعة من العدسة، وهذا يجعلها تفقد التركيز، ونقوم أيضا بزيادة كمية الضوء عليها كي تظهر محددة أكثر، وسنحصل على مادة غير معروفة أمام العدسة وهي تشبه كثيرا الضباب الإلكتروني. هذه طريقة واحدة لخلق تأثير هاتشيسون،
وفي رأي نيكل وفلين هذا هو الجواب الأبسط الذي حصل على الأرجح. لم يبرهن السيد هاتشيسون نظريته، يجب عليه أن يثبت ذلك أمام علماء يتمتعون بمصداقية وفي ظروف تسيطر عليها، وما من إمكانية للغش فيها. لكن هل يمكن أن يكون هذا الضباب الإلكتروني هو الذي يقوم بإبعادنا عن الجواب الصحيح؟ هل يمكن أن يكون ثمة ظاهرة غير قوية لكن طبيعية بالكامل يمكنها أن تشرح وجود مثلث برمودا؟ حان الوقت لنراجع العلم الأساسي ونطبقه بمنطق على حالة سايكلوبس ورحلة 19 وويتشكرافت. كانت قصصا مأساوية، لكن حالة ويتشكرافت هي الأكثر إرباكا. بعد أن انطلق في رحلة للتفرج على أضواء مدينة ميامي، اصطدم القارب بشيء في الماء، وبعد دقائق اختفى. المعاينة عن قرب تظهر لنا أن لغز ويتشكرافت ليس بلغز. لا أحد يعرف أين كان ويتشكرافت بالتحديد. لم يكن الطقس هادئا على الإطلاق. أخبرنا الكاتب لاري كوش عن ظروف اختفاء مركب ويتشكرافت. لم يكونوا بالتحديد في المكان الذي حددوه، فلو كانوا هناك لكان حصل لغزا أكثر مما هو بالفعل. لم يجد أحد شيئا، وكان ثمة الكثير من العواصف في تلك الليلة. قال الناس إنه كان ثمة الكثير من الأمواج المزبدة، ولم يكن أحد قادرا على الرؤية في وسط العتمة. رجال خفر السواحل وصلوا بعد 19 دقيقة من إطلاق ويتشكرافت نداء الاستغاثة، فكيف يمكن أن يكون القارب قد اختفى بهذه السرعة؟ لم يجد أحد أثرا له، مع أنه كان مركبا غير قابل للغرق. تعليقي هو أن باخرة التايتانيك كانت مثله، ولكن في الحقيقة أي قارب يعقل أن يغرق، وأي طائرة أيضا. قد تكون قصة الاختطاف على يد المركبات الفضائية الجوية والبحرية مربكة. جيم نوي خبير بالبحث والإنقاذ في خفر سواحل ميامي منذ 13 سنة. في جزء كبير منها منطقة مثلث برميدا هي مياه محيط تبعد مئات الكيلومترات عن أقرب يابسة أو منشأة اتصالات، وهذا يعني أنه من الممكن ألا يعرف الموقع المحدد الذي غرق فيه قارب أو سفينة أو طائرة. ثمة تأثير تيار الخليج، وهو تيار قوي وسريع يتنقل من بحر الكاريبي وحتى شمال المحيط الأطلسي. يقوم عالم المحيطات آرثر ماريانو بدراسة تيار الخليج في برمودا منذ سنوات. بحسب رأيه هذا التيار قادر أن يجعل السفن والطيارات تختفي من غير أن تخلف وراءها أي أثر بسبب شيء يدعى التشتيت الهائج. حين تغرق سفينة أو طائرة تقوم رياح وتيارات عنيفة بجرف المركبة وتشتيتها. ماريانو قادر أن يشرح لنا كيف يحصل ذلك مع موجة وبعض الصباغ الأخضر. سنضع الآن بعض الصباغ في الماء. حين لا تكون هناك رياح لا تكون هناك أمواج ولا تكون هناك تيارات قوية، وفي هذا الحين يبقى الصباغ متماسكا. حين يكون التيار قويا يتحرك الصباغ بسرعة أكبر بكثير. سيدير براين الهواء ليعمل البحر أقوى. كلما زادت الأمواج يزيد تشتت الصباغ. ما معنى ما رأيناه في مثلث برمودا؟ حين يكون ثمة أمواج قوية ورياح قوية وتيارات قوية ونشاط قوي يزيد تشتت الصباغ في منطقة مثلث برمودا، وحينها إذن تضيعون في مثلث برمودا، وإذا لم يجدكم أحد في الساعات الأولى يصبح من الصعب جدا أن يجدكم أحدا. هل يمكننا أن نشبه الصباغ بطائرة يبلغ وزنها 7 أطنان؟ هذا الصباغ لا يؤثر، ولكنه مجرد إشارة تدلنا على طريقة تحرك الماء. حين تغرق البقايا في المحيط هي أيضا لا يعود لها تأثير، وتصبح هي أيضا عرضة لأن تحركها التيارات والرياح والأمواج.
يبدو أن البقايا المختفية منها ستبقى لغزا، لكن بقي علينا أن نحل اللغز الأكبر والذي هو سبب تشكل هذه البقايا من الأساس. قد يكون من المغري أن نرد سبب الاختفاءات في مثلث برمودا إلى أشياء خارجة عن الطبيعة مثل الضباب الإلكتروني أو سكان الفضاء، لكن في الواقع الطقس مذنب على الأرجح. تلتقي في مثلث برميدا أنواع كثيرة من أحوال المناخ المختلفة، ثمة تيار قوي يأتي من الشمال والرياح التجارية من الجنوب، وثمة أيضا على الطرف الغربي تيار الخليج في الماء. بعيدا عن التيارات والرياح القوية، الطقس هنا غريب جدا. تيار الخليج قادر على خلق مناخه الخاص بمفرده. ثمة العديد من الأشياء التي تحصل ولا أحد يعرف شيئا عنها، ولكن ثمة أشياء كأعمدة الماء والعواصف البيضاء لا تحصل إلا من مسافة 200 متر ولا يقدر أحد أن يراها، فهي تبدأ فجأة ثم تختفي، وبالتالي إذا ما كنتم بمنطقة قريبة يمكن أن لا تعرفوا ما الذي حصل بالفعل. أعمدة المياه قادرة على تحطيم سفينة أو طائرة في غضون دقائق، ويتم الإبلاغ عن مئات من هذه الحوادث في هذه المنطقة كل سنة. ثمة أيضا أمواج عالية تتحرك بسرعة وارتفاعها أكثر من 10 طوابق، كأنها صاعدة من الفراغ، وهي قادرة على أن تغرق أكبر السفن، وتكون الأمواج القوية كبيرة جدا لدرجة أنهم قليلون الذين كانوا في الماضي يصدقون كم هي مرتفعة. حتى فترة قصيرة من الوقت كانت مراقبة الأمواج الكبيرة تتم من قبل أشخاص في البحر، وكانت هذه الأمواج الكبيرة مراقبة من قبل القباطنة في سفن البحرية الأمريكية، وكانوا يبلغون عن أمواج يتخطى ارتفاعها 30 مترا. يمكن للزلازل تحت سطح الماء أن تتسبب بأمواج مد، لكن في المياه العالية توجع الأمواج وهي لا تعطي أي إنذار، ولا تحتاج هذه الأمواج إلى أن ترتفع أكثر من الرياح. ويتضمن مثلث برمودا كل هذه المكونات بالإضافة إلى مكون واحد. في مثلث برمودا وعدد السفن التي تمر هناك يكون احتمال تأثير موجة على سفينة أكبر، وهي قادرة في بعض الحالات على أن تقلب السفينة. لكن ما من موجة عالية لها علاقة بمصير الرحلة 19؟ كان كل أفراد طاقم الرحلة متمرسين، يفترض بهم أن يكونوا قادرين على أن يحققوا تمرينا تدريبيا، وكان قائد هذه الرحلة مبتدئا على طريق الرحلة هذه. كانت هذه رحلة تايلور الثانية خارج فورت لودردايل، وعلى الأرجح رحلته الأولى صوب البهامس. حين انطلقوا في الرحلة تم إعلان الطقس مقابل فلوريدا مؤاتيا والبحر معتدلا إلى هائج. بعد ساعة من الانطلاق في رحلته أعلن تايلور أنه ضائع. أنا متأكد من أنني فوق فلوريدا كيز، ولكنني لا أعرف على أي ارتفاع. وقال إن بوصلاته معطلة، مع أن الفريق كان شرق فورت لودردايل، اعتقد تايلور أنه جنوبا ناحية فلوريدا كيز. في رأي لاري كاش، تايلور كان مرتبكا ولم يثق ببوصلاته، وهذا الأمر نموذجي عندما يضيع أحد أو يرتبك ولا تكون بوصلاته متوافقة مع ما يرى، وعندما يتوصل إلى أن بوصلاته معطلة. لكن ما قصة الربان الأربعة الباقين؟ هم أيضا ضاعوا وارتبكوا أو تعطلت بوصلات الجميع يا ترى؟ كيف تضيع هذه الطائرات في البهاماس من دون أن يرى أحد أي إشارة إلا إذا كانت تطير في دوائر؟ وهل هذا يعني أن بوصلاتهم قد تعطلت؟ تبرهن سجلات الراديو أن واحدا على الأقل من تلاميذ تايلور عرف إلى أين يذهب. لو طرنا صوب الغرب لكنا تمكنا من العودة. كان الفريق مغتاظا ولكنهم تبعوا القائد. بحسب بحث كاش قد ساءت أحوال الطقس،
بعد وقت قصير كانوا في الجو وسط العتمة، وهبت عاصفة وأصبح المحيط هائجا. بقي الطيارون في مكانهم فترة قصيرة. في النهاية نفد الوقود في الطائرات، ومن الواضح أنهم حاولوا أن يبتعدوا قبل أن ينفد كليا، لكن الحظ لم يكن حليفهم. في رأيي هبت عاصفة وكانت الأمواج عالية، ووقعت الطائرات وتحطمت على الفور. أحداث رحلة 19 المأساوية كانت مزيجا من الأخطاء البشرية والطقس السيء. ثمت المزيد من الألغاز. بعد مرور فترة قصيرة على اختفاء مجموعة الطائرات، بدأ التفتيش عنها. حين أدرك برج المراقبة أن الطائرات ضائعة بالفعل، استدعى كل الطيارين والأبراج وكل شيء على الساحل الشرقي وأنذرهم بضياع الطائرات. كان ثمة 13 شخصا على متن واحدة من طائرات التفتيش التي تحمل اسم مارتن مارينر، وقد اختفت هي أيضا. ما الذي كان يجري في المثلث في تلك الليلة؟ كيف يمكن أن تختفي 6 طائرات خلال 24 ساعة؟ في حالة مارينر الإجابة بسيطة. خلال مرات سميت محطة الوقود الطائرة لأنها كانت تصدر الكثير من الغازات، ولم تكن الانفجارات في هذا النوع من الطائرات قليلة. ثمة طاقم سفينة شحن كان قد رأى انفجارا كبيرا في السماء بعد وقت قصير من انطلاق مارتن مارينر. في النهاية برهنت بقع الزيت والبقايا الكثيرة على أن مارينر انفجرت بالفعل. هذا يعني أنه من الممكن أن يكون ثمة جواب لقضية الرحلة 19. لكن ماذا عن حالة كريستوفر كولومبوس؟ هل تعطلت بوصلته أيضا في ذلك الوقت؟ لكن الجواب بسيط في هذه الحالة. ما من بوصلة تدل على الشمال بالفعل، لأنها جميعها تدل على الشمال المغناطيسي، فهو يبعد كيلومترات عن الشمال الحقيقي، وإشارات البوصلة تتغير كلما تنقلنا على الأرض. ويعرف البحارة اليوم كيف يعوضون هذا الأمر، ولكن لم يكن حينها أحد يعرف ذلك على أيام كولومبوس. هذه السفينة يبلغ طولها 150 مترا، اختفت في الفراغ عام 1918. بعد أن اختفت، أعلن الرئيس وودرو ويلسون أن الله والبحر وحدهما يعرفان المكان الذي اختفت فيه. كانت السفينة محملة كثيرا. اقترح بعض الأشخاص أن سايكلوبس غرقت بين الأمواج. قد تكون عاصفة قوية أزاحت شحنتها إلى طرف واحد وقلبتها. لكن المشكلة هي أنه لم يكن ثمة أي عواصف. هذا على الأقل ما اعتقده الجميع. أعتقد أنها بعمق مثلث برمودا. في عام 1968 اكتشف غطاس من البحرية الأمريكية اسمه دين هاوز سفينة غريبة على بعد 110 كيلومترات شرق نورفولك في ولاية فيرجينيا. وجد سفينة غريبة الشكل مع رافعات عملاقة عليها. كانت السفينة غريبة وقد جذبت هاوز ليستكشف أكثر. لكن لسوء الحظ نفذت قارورة الهواء وأجبر على الصعود إلى السطح قبل أن يستكشف كل شيء. لكنه لم ينسى هذه السفينة، وبعد سنوات عندما رأى صورة سايكلوبس عرف أنها السفينة نفسها. لم تكن السفينة التي رآها هاوز في الواقع بعيدة عن موقع سايكلوبس الأخير. وحين سمع بالاكتشاف الممكن بدأ كاش يقوم بحساباته. فكر أنه سيتطلب سايكلوبس 6 أيام حتى تصل إلى موقع الحطام. إذا انطلقت من بربيدوس في 4 من أذار، هذا يعني أنها غرقت في 10 من أذار. أجريت بعض الأبحاث عن سجلات الطقس ووجدت أن عاصفة قوية قد هبت في ذلك الوقت وقد ضربت الساحل الشرقي كله. مرة جديدة اتضح أن الطقس السيء هو السبب. بعد سنوات قليلة حاول الغطاسون أن يحددوا موقع الحطام، لكنهم لم يجدوه. هذا يعني أن حل لغز اختفاء سايكلوبس يوصلنا إلى لغز أعمق.
قد لا نتمكن أبدا من معرفة ما جرى تحديدا لسايكلوبس وويتشكرافت والرحلة 19. لكن إذا عدنا وفكرنا في هذه الألغاز، يجب أن نفكر في واقع واحد بعد. بالاعتماد على الإحصائيات، ليس مثلث برمودا أخطر من أي طريق محيطية أخرى. الطقس السيء مشكلة، ولكن عندما تعلقون فيه فقط، والطقس السيء موجود أينما كان، ولكن بسبب عدد السفن والطائرات يرتفع احتمال وجود طائرة أو سفينة في منطقة ما حين يضربها الطقس السيء. مع أننا تمكننا من تفسير الكثير من حالات الاختفاء في مثلث برمودا، قد لا تنغلق القضية أبدا. إنما يحصل بالفعل في هذا المثلث ظاهرة غريبة كانت تحصل منذ قرون، وهو قادر على التأثير على الزمان والمكان، وهذا يجعل من الصعب فهمه. إن لغز مثلث برمودا هو في رأيي مجرد شيء غريب يحصل. هؤلاء الأشخاص يغضون النظر عما يرونه أمامهم، وهو أن المحيط مكان كبير ومن الصعب أن يكون الإنسان فيه. بما أن الناس سوف يستمرون بالاختفاء، ستظل أسطورة برمودا تكبر أكثر فأكثر. محاولة شرح شيء مثل مثلث برمودا ليس فيها إلا نية طيبة. كلنا نريد أن نجد أسباب المآسي، ولكن يجب علينا ألا نتبع طرقا خيالية خاطئة من شأنها أن تقودنا إلى أي مكان. هل من قوة مدمرة في مثلث برمودا؟ هل يمكن أن يكون أكبر ألغاز المنطقة سببه فقط الطقس الرديء والحظ السيء؟